نايس نايس فيري نايس اسحاق يلا العقوبه قوسه يا شو اخوان قسما بالله الا واحد جره ترى تخلعت ترى قلبي تزعزع يا سلام يا سلام كنصيدوا دابا فوق حطام سفينه الاخوان واحد السفينه قديمه غارقه هنا صباح الخير عليكم كي دايرين بخير كلشي مزيان كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله نهار جديد فلوق جديد وتحدي ومغامره اللي جداد ان شاء الله في اعماق البحر اليوم كيف ما كتشوفوا داخل بوحدي البحر اللهم بارك غادي ندخل بوحدي من المحمديه الاخوان حتى للدار البيضاء ان شاء الله حتى لكازا غادي نمشيو نصيدوا في حطام السفينه الباطو اللي كنا صيدنا في ديك المره واليوم ان شاء الله غادي نستهدفوا السمك الدرعي محبوب الجماهير الاخوان ان شاء الله باذن الله نتمنوا من الله تكون شي حصيله البحر زوين بلا شوفوا كيدير طيح ولكن مع الوحده غادي تهز مع الوحده غيتحرك الريح عندنا طريق طويله غادي نكون بوحدي الرئيس عمر باقي ما خاش دابا عمر الاخوان ما غادي يخرج وقيلا حتى للتسعود وغادي يلحق عليا ونتمنوا من الله تدوز هذه الرحله بخير وعلى خير بصراحه فاش كنكون خارج بوحدي كنكون مستريسي ولكن الحمد لله كنمشيو بالقوانين الاخوان ما كاينش داكشي الزودياك ديالنا قايه المريزي قال اخوانه ضربه معايا على الصباح اللهم بارك المهم الاخوان غادي نشدوا طريق طويله ان شاء الله ونتمنوا من الله تكون شي حاصله يا ربي كيف مشوا الفلوق الاول كانوا ثلاثه ديال الدراعه بالصيد بتجيك كانوا ثلاثه الدراعه في الفلوق الاول ضربت ثلاثه الفلوق الثاني ضربت اربعه الدراعه على مولانا وشكرا لكم بزاف بزاف على السيبورت لي لايك الكومونتيرات الزوينين ديالكم تحياتي لكم من القلب وعلى بركه الله نبداو المغامره ديالنا اخوان قسما بالله عاد شو شنو ما بقيتش كنرتاح في الدار والله العظيم هذه هي داري هي والله العظيم الاخوان عاد شو كنمشي ملي ما كنكونش دابا داخل البحر بحال البارح ما دخلتش عاد شنو كتبقى تفكر كتقول كنا نمشي شكون دخلت البحر سبحان الله العظيم واحد الاحساس وواحد الجو راه ما يمكنش الاخوان واحد السعاده ملي كتدخل البحر لا تقدر بثمن ما كاينش الثمن ديالها باش تدخل تنافيغي في البحر وتصيد وتجبد الحوت شي حاجه ما كاينش باش نوصفها لكم الاخوان والله العظيم شي حاجه بزاف والله العظيم وعلى مولانا الى الاعماق ان شاء الله قعد شويه هز على الارض يا سلام اخوان البحر ما فيه لا ستوب لا قف لا حق الاسباقيه بحال غادي في طياره في السماء ما كاينش قابليه البحر على مولانا ليتس جو الوحش
الحمد لله وصلت للمصيد. عاتوا الماء الزرق الاخوان، زرق زرق ديال الزرق، تراه ما يمكنش، الله ما يمكن. ترى واحد القنديل بالي دابا بغيت نوريه لكم، مشى واحد القنديل الاخوان كبير. هود هود كان حدايا معوقفش مع باليه. نطلبوا من الله الاخوان تكون شي حاصله يا ربي، دعوا معنا دعواتكم معنا. غادي ندوزوا واحد 4 السوايع ولا 3 السوايع في هذا البحر هذا، وغادي نخرجوا ان شاء الله حيت غيتزاد الريح. راه دابا كاينه واحد النسمه ديال الريح مزيود. نشوفوا اليوم اش من حوت غادي نصيدوا ان شاء الله. نارمي القصبه ديالي ونبدا نصيد. ليتس جو. والله باقي ما فطرتش، جيب معايا الفطور ديالي ولكن باقي ما فطرتش. عاد شوف باغي نصيد، عاد شوف فيه واحد الحماس وواحد الادرينالين راه ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش الاخوان. واحد الموتيفاسيون خطيره. شريت واحد ليلور باش نبدا نصيد بهم ان شاء الله. اول شيء ديال ليلور الاخوان راه ما يمكنش، صعيب صعيب، غالي. والمشكل كيوغل، الا وغلات لك لتحت مشات، غتمشي لك 200 درهم 220 150 100 حتى وزهرك. غنصيدو البلاك مينو، غنبداو فيه هو الاول. هاهي بلاك مينو صغيورة. علاش غندير هاد الصغيورة؟ حيت الدرع الاخوان حقار عزيز على هادشي الصغير، كيبغي يزرب عليه يهرف عليه، فهمتوا؟ شوفوا واحد الوحدة اخرى، تشوفوا بها الله. حتى لما كان والو نعاودو نديرو حاجة اخرى ان شاء الله. على مولانا يا ربي تيسر يا ربي، يا ربي تيسر. الكسايبة ديالي هاهي مبروك هاد القصبة الاخوان، راه ضربنا فيها 3 دراعة في 4، راه ما يمكنش. اول حاجة قبل ما نبدا الصيدة هو الصلابري. الصلابري خصو يكون حدايا هنا، هنايا عقلتو ديك النهار فاش كنت انا ورابع هرب لينا درعي قداش مفرقع. علاش؟ حيت ما كان الصلابري حدانا، درنا خطا كبير وهرب لينا بياسه زوينه اللي هربات. شو سبحان الله العظيم، هرب ديك اللي ما خصهاش تهرب. ولكن دابا استفدنا، الصلابري دي من حدايا، حيت الصلابري من حدايا. على مولانا ارمي هو الدور هذا الاخوان. كولا كلشي، انا راه هز معايا كلشي. ها نشوف، هز معايا حتى المقاس ديال الاطباء، عرفتو هذاك ديال العمليه تا هو، باش الا شديت شي حوته ندير لها شي عمليه. سلام الاخوان. المهم هاي الكوله ديالنا، غندير لها واحد شويه. ها نشوف شويه هنايا، ها جربها. يا بسم الله على بركة الله اخوان، يلا شي دعايه وتكون ناضيه. كاين الحوت طالع عندي الحوت، ولكن ماشي شي حوت غليظ، حوت شويه. الفوندو هنايا الاخوان 36 متر. حنايا كنصيدو دابا فوق حطام سفينه الاخوان، واحد السفينه قديمه غارقه هنا، كنصيدو فوقها دابا. وحنا مولانا وغادي نصيد تب الكالامارا الاخوان، ديك كبيره جات يا ربي تيسر يا ربي. عمر الاخوان باقي كاع ما خرج، باقي غتشوف دابا شحال عنده ديال الطريق. واو يا بسم الله، توكلنا على الله. يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله يا الله. شو سبحان الله العظيم، بحر شحال كبير. يا سلام يا سلام، السعاده ديالي كاينه هنا في هاد البلاصه هنا، السعاده ديالي الاخوان هنا كاينه هنا. سلام عوق، باقي ما صيدنا والو. سيري جيبي دويره عاد شويه ورجعي. وان هربنا دابا على الباطو شويه، غادي نعاودو نديرو لا ديريف نرجعو ليه ان شاء الله. كنلقاو بحال ما هكا الطريقه هي هذه، كتبقى تصيد غادي مع التنسيمه وتعاود ترجع عاوتاني. ما خصكش ترسي بالفاس الاخوان، هاد الصياده ما كتبغيش الفاس. حيت الا رسيتي بالفاس ما غاديش تدور على الحوت اللي كامل اللي كاين في هذيك البلاصه، خصك تبقى غادي باش تدوز على المصيد كله. دابا غادي نعاودو نديرو لا ديريف ديالنا ان شاء الله، باقي ما ضرب علينا والو. اخوان درت لا ديريف ديالي، الباطو انا فوق الباطو دابا مباشره، انا جيت في الوسط ديال الباطو دابا. كاينين شي حوتات حداه على مولانا، هما طالعين عندي، كاينين شي حوتات. ديك النهار الاخوان الرئيس عمر جا قلب جي بي اس معنا، باقي ما عنديش مع هاد الصندور هذا، باقي ما تعلمتش ليه مزيان. قلبوا عمر ما عنده معاه، لقى واحد الخرجه كنا خرجنا داز من حدانا حوته فيها 96 سنتيمتر، 96 سنتيمتر، تخيلوا معايا.
اح كون شدينا هذيك نار يا الاخوان. وكيدوز من حدايا حوش كبير راه كيطلع عندي الاخوان. واه شو القنديل الاخوان داك الصغير على الجد موجود واحد القنديل في شكل طويل دير بحال مسطاره كثير على الجد. على مولانا يا ربي تيسر يا ربي. على مولانا غير هاد الباطو الاخوان زوين يقدر يكون فيه ميرو يقدر يكون فيه باديخو شاما فهمتو يقدر يكون الحوت غليظ هنا شي هيش ديال سميتو ديال القرب الكوربين يقدر الاخوان يقدر حيت باطو هذا فهمتو الباطو هو المسكن ديال الحوت. في اوروبا الاخوان كنشوفهم كيغرقوا باطوات شي باطو ما بقاش صالح للصيد ولا الابحار في البحر شي باطو كبير كيشدوه كيحيدوا منه داك ليسونس اللي فيه ولا المازوت كيحيدوا منه المازوت اللي فيه وحيدوا الزيت وداك الشيء اللي غادي يخرج على البيئه وكيتقبوه من الوسط وكيخليوه يغرق. علاش كيخليوه يغرق؟ باش يسكن فيه الحوت باش يعيش فيه الحوت يولي مخبأ ديال الحوت. هادشي كيديروه في برا الاخوان كيغرقوا باطوات باش يديروا مسكن الحوت. نبدل لور غندير هذا ومن ورا هذا غنبدا ندير دوك الكبار اللي عندي انايا. المهم هذا هما اصغر وحدين اللي غنخدم بهم دابا من ورا غادي نديروا وحدين اخرين. هذه حديده الاخوان شو هاي على مولانا غادي نفطر درني الجوع عيش ما نصبر والله غنفطر الاخوان ان شاء الله نفطر ونعاود نحاول غير هو راه بدا يتحرك الريح شويه. عمر قال لي غادي يجي ما عرفت نشوف واش غيجي ولا لا. يا سلام كنفطروا في احسن بلاصه في العالم هو البحر. واو اخوان بديت نحرك شويه ديال الريح نعاود ندير لا ديريف ديالي فوق الباطو ان شاء الله. والله ما عرفت راه عاطي الريح الاخوان راه مغامره اليوم الله يصوب وصاب كل شيء في يد الله اذا راه الله يلي كاينه. عمر الاخوان راه جاي غادي يجي عندي دابا ان شاء الله الا ما قاس عليه والو هنا غنمشي انا وعمر نيشان الحجر الفوق على مولانا بلا ما نبقاو نضيعوا الوقت هنا. وتا الريح تزاد بزاف الاخوان خاصنا الحوت دابا كلشي هو هذا الله يسلط علينا يا ربي يا ربي يا ربي. الريحه الاخوان كيدي هك طالع عندي الحوش الصندوق وفين با عمر كلشي بخير صحيحه بخير. السلام عليكم عمر يوم راه جايب لينا الرواس الخوش بغيت تقنبلنا هنايا والو غنمشيو الاخوان نمشيو للحجره ديال ديك النار ياك ناضي هذيك شتي الما كيدير ما واعر كازا صافي علينا مشينا على مولانا. عمر وصل كيف ما شفتو هو دابا ان شاء الله دابا ان شاء الله الاخوان غادي نمشيو كازابلانكا ما عندي لا مع لونجلي لا مع فرونسي جيب لينا الرواسه اليوم عمر ايت المجد. المهم غنشدو الطريق لكازا ان شاء الله. ووهو على مولانا اخوان البحر قساح كاين الريح عرفتي الزودياك كتشد ولكن محاربه دريويشه. يا سلام يا سلام ووهو See!
اخوان جينا للمصيد ديالنا، الرئيس عمر هو قال لي لا اختيس اضرب واحد الشامه ناري لارتيست اليوم غيبلبلها تلقى باغي طاير بالفرحه ضرب شامه الاخوان. ايوا على مولانا انا حنا نضربوا شي لعيبه تيسير الله هذاك الشيء على مولانا. مصيد راه زوين الله يجيبها سنينا. غدير لا ديريف الرئيس، غدير لا ديريف ابعدنا على المصيد. نخدم بهادي هاد جيلسي كالامار هي اللي غنخدم بها دابا على مولانا. هادي غنستهدفو بها هي تضربها الدرعي، ولكن ما انا ما باغيش الدرعي دابا، باغي الشامه الاخوان. هادي راه كتضرب شامه، هادي راه كتموت عليها، والكوربين سميتها الدونتي قعدوا يضربوا عليها ياك عمر. ايوا الله على مولانا الله يسلط علينا. عمر كي داير الاجواء؟ يا سلام يا سلام، خاصة طنطوني سير على الله. ها جم حسن تاني الاخوان، شو احنا راه حداه اخوان. قسما بالله الا واحد الجره ترى تخلعت، ترى قلبي تزعزع الخوت نيرش هذا الشيء. واو عمر ها الخضره اللي عطيتيني مشات، ها مشات مسكينه دابا خدام بجلسه الاخوان. ناري عاتو ثاني هبطه مع الثاني هبطه مع داكشي تجر وطلق، ولكن انا زربت عليه واحد شويه فهمتو. واو واو ترى ما يمكنش ما يمكنش الخوت شي بوصم هذاك اللي تحت قاستني شي حاجه وما شداتش، ما عرفتش شنو هو داكشي، شي حاجه غليظه ضربه قاصحه ماشي ضربه شويه ولا ضربه نيت. احنا مجمعين انا وعمر وكنصيدو. يا سلام عمر عاود لينا شي نكته. النكته هي هذه مع انا النكته هي هذه قال لي على قد الحال وكان قبل قبل يدي عمر مدخل الرواسه. عمر الاخوان عنده مع الفرنسي ما عندوش مع اللونجلي بزاف، قال لي النكته هي اللي فيها انا كتسمع هكذا افا 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 عمر سقع. بنادم بنادم هو اللي خرج عيني يا اخويا. واشنو دير مال كتعرف كان عرف كتسوق طياره نسوق طياره اطلع عليه وديك الساعه يحلها ضربت علينا اكبر حوته في العالم الاخوان. هاي شو دوراسكاس عتي هذا اللي مشات قاسك الشوك ديالو غتشوف الاخره. ريح 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 اولدي ريح 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 نفكوك وغنطلقوك غدير البساله ما غاديش تمشي والله تبقى هنا وتضربني. عنده واحد الشوك الاخوان خطير، هذا هو الراس كاس رويال، هذا احمر الاخوان، هذا هو الناضي شوه ماشي ذاك القهوي الاحمر هو هو البروميان الراس كاس. عاد حنا واقفين فوق واحد الحجر خطير. هاي يا عمر هاي غتبلون جواري هوب هوب اولي راه هي هاهي غادا نوكيل باقا صغيرة خليوها تتكبر هاد اللور ناضي يضرب راس كاس والدرع ما بغاش يضربو راس كاس وضرب في هاد اللور هذاك اللي عنده وليدة واحد الحوتة جارة ولدة هي اللي كنصيد بها. اش كتقول لها عمر؟ لا لا اش كتقول لها؟ هاد اللور عايشة وبنتها عمر مسطي لي خويا انا نطلع ونوري لكم هذه اللي كيقول لها هو عايشة وبنتها ترى احمق. جينا فوق الحجر نيشان كوم عايشة وبنتها الاخوان هاي شو هادي اللي كيقول لها عمر عايشة وبنتها شو حوته وبنتها دوبل سوبل وعلى مولانا. اليوم القاضية ناقصة شوية الاخوان باقي مقاس والو من قبيلة وحنا كنجرو والو حنا بربعة انا وعمر والناس اللي معاه والو على مولانا. اخوان غادي ان شاء الله نطلعوا للفندق الفوق غنزيدو نعليوه ما ضرب علينا والو
غادي نزيدو عاوتاني نضربو الفوندو ان شاء الله. طلعوا الاعماق على مولانا اخوان، دابا الاعماق على مولانا. قهوة عمر تابعني فوندو. الماء الزرق ديال بصح، عرفت شنو هو الزرق؟ زرق كثر من البلاصه اللي كنا فيها قبيله. وعلى مولانا، على مولانا تضرب علينا شي حاجه على الله. غندير الكالمار عاوتاني الاخوان. شرنا صغيره اخوان، هذا الروسي هذه ضربت عليه شي حوت اخوان. غادي نخرجوا الباطو برا على مولانا، اللهم يسر. الحمد لله، الدري اللي مع عمر ضرب بياسة. اش ضرب عمر؟ اش ضرب؟ درعي نادي. انا الروسي نادي الاخوان. رئيس الله يجزاه رئيس. ضرب درعي. الحمد لله بعدا ملي شفنا الحوت. شحال فيه تقريبا عمر؟ قد ايه ضرب ديك النار؟ صح شوف نايس 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 قول لي نايس يا عمر. الله الى العالميه. يلا الدرع، يلا يلا ترجع العالم. الحمد لله. اسمع اسمع، اي 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 قال لك الحمد لله. والله الا هذا خوني هذا. كاين الرئيس هذاك طنطوني. نايس نايس فيري نايس اسحاق. يلا العقوبه جوزها يا ربي يا ربي. وين حركنا الموقف؟ شبكه فرحتينا يا صاحبي. لا 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 عمر الاخوان ترى بديت نغوت. قلت لك قبيله انت الفرشيه ديالك عين من جيكي والاخوان ما جابش الله. هذاك الروسي ضرب واحد الدرعي يسر لي فيه الله بصحته وراحته. دابا ان شاء الله غادي نخرجوا، الله يجعل شي بركه. صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. كيف ما شفتوا الفلوق اللي فات راه ما جاب الله والو. اليوم ان شاء الله داخلين على مولانا. بصراحه اليوم ما كنتش باغي ندخل الاخوان، عندي واحد الاصلاحات خفاف في الزودياك، كنت باغي تنصلحها عاد ندخل، ولكن الرئيس عمر دخل البارح وضرب واحد الوحش ترى اللهم بارك. ضرب كوربين، ضربوا واحد الدري معاه كوربين الاخوان فيها 47 كيلو اللهم بارك اللهم بارك. ضرب الوحش يعني الكوربين دخلات الاخوان. هذا الشهر هذا، من هذا الشهر غتبقى حتى شهر 11 دخلات الكوربين، ما كاين دابا غير الصياده. واليوم راه ما كاينش بوحدي، معايا الرئيس جناح، وغادي يكون معايا واحد الصديق حتى هو من لي فان الاخوان. غادي يدخل معنا اليوم يجرب حتى هو التجربه في البحر ويعيش معنا الاجواء. ومعنا الرئيس جناح. كي داير ابو جناح؟ تحياتي. كلشي بخير. الوحش اللي اصطيد الرئيس عمر. اخويا صدمك صدمك اخويا صدمني. وعرفتي اصاحبي الحلم ديالو قداش؟ وحش 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 اخوان. الله يجيبها لينا سمينا يا ربي. يا ربي غادي ندخلوا دابا ان شاء الله، نتوكلوا على الله. اول حاجه نمشيو نديروا ليسونس، نعمروا الريزرفوارات ديال الزودياك باش ندخلوا ان شاء الله. ليتس جو. ونسيت ما قلتش لكم، راه خديت الماتريال اللهم بارك ديال الاصدقاء اللي غادي يبداو يخرجوا معايا. اول ماتريال الاخوان اللهم بارك. لقصب شي حاجه مليحه ديال بصح، فريع الراس ليلور، خديت كل شيء الاخوان. دابا ماكينه انافا. صباح صباح النور، كيدير بخير؟ كل شيء مزيان؟ لاباس عليك اخوان الصديق اللي غيدوز معنا اليوم المغامره مساعد الرئيس. كنت طنطوني اليوم. طنطوني ان شاء الله على مولانا.
اخوان كنعمروا الريزرفوارات باش ندخلوا ان شاء الله على مولانا. غادي يدخل الرئيس عمر، ما عرفتش واش دخل ولا لا، عيط لي قبيله قال لي قريب ندخل. صافي حنا غير الريزرفوارات وندخلوا ان شاء الله. اخوان على مولانا داخلين دوقه دوقه، نسخنوا الموتور او كيسخن. الرئيس عمر باقي ما دخلش، جانا حوا معانا، الرئيس عبد الصمد هو معانا اليوم. ماشي وحش الرئيس ان شاء الله طبعا. ان شاء الله الله يسخر. المهم الاخوان نتمنوا من الله تكون شي حصيله يا ربي، ويكون شي وحش متوحش. راه دخل الكوربين دابا، والله ما كنت باغي نخرج اليوم وغدا الاخوان ما كنتش غادي نخرج، كنت باغي نبريباري الزودياك فاش شي تويشيات خصني نريقلهم. وقلت ارا نخرج، بان لي كاين الحوايج، قلت علاش لا ما نخرجوش. وعلى مولانا الله يسخر. عمر وجا يعني دابا ان شاء الله الاعماق على مولانا. هو عمر ديما معطل، ديما معطل، ديما ديما. ها هو جاي الاخوان. وفين الرئيس عمر؟ الرئيس بخير، كل شيء مزيان، لاباس عليكم؟ السلام عليكم، كديرين بخير؟ الشدا الشدا رجع اليوم، الشدا رجع اليوم، هو اللي ضرب البارح الكوربين؟ واش هو اللي ضرب كوربين البارح؟ هو اللي ضرب كوربين؟ لا لا لا، كيش باه ليا صح. صافي شوف اليوم غتضرب كوربين. لا لا والله الا تبقى واحد الرئيس كيش باه لي البارح ضرب كوربين، سبحان الله العظيم. وصلنا للمصيد دابا ان شاء الله غادي نبداو نارميو في القصب. الرئيس عبد الصمد غادي نعطيو القصبه الجديده، هو اللي غادي يدشنا الله يجيب باشي وحش تبارك الله قداش الاخوان. فيها واحد الغلط ديال الصح ديال الوحوش، وعلى مولانا الله يسخر. اخوان على مولانا بدينا نجيو، الحوت طالع في المصيد، كاين الحوت هنايا، وعلى الله الرئيس عبد الصمد هو. وعبد الصمد كي جاتك القصبه؟ مليح داكشي ناضيه. وعلى مولانا الله يسلطوا عليك اخوان، على مولانا الله يسخر. نبحث عن سمك الكوربين او الدرعي، على مولانا يا رب. داكشي اللي يضرب مرحبا به، على مولانا يا رب باش يسر يا ربي. ولكن اليوم شويه ديال لاهول الاخوان كتلعب بينا. غادي نبدلوا المصيد، هذا فيه الحوت، غادي نمشيو لواحد المصيد ان شاء الله بعيد، هذا غنخليوه حتى الاخر. عمر هو غادي معانا، غنطلعوا للباطو فين ضربنا الدرعي ديك النار، على مولانا. رخي الموليني رخي دري، وغلات لي انت حابه ضربات على شي حاجه فرحت. عرفتي ملي كتشوف شي واحد ضرب الحوت يعني راه كاين الحوت، الحوت غي ياكل، فهمتي؟ هادشي علاش كتفرح، يعني راه الحوت غادي ياكل. اخوان باقي ما ضربنا والو، الحوت ما باغيش ياكل، كاين الحوت ومبغاش ياكل. عاودنا بدلنا ليلور، بدلنا المصايد، عاد راه كنبقاو ندور. اخوان الباطو اليوم ما يسرش فيه الله، ما ضربنا فيه حتى بياسه، دابا غادي نهرطوا ان شاء الله الكوشطة الحجرة التحتانية على مولانا. عينا ما نجيكيو والو، ما قاس علينا والو، هذا راه هو البحر، راه مرة غتصيد ومرة ما غادي تصيد، ماشي ديما غادي تبقى تصيد في الحوت. شوف سبحان الله العظيم ديك النار الدرعي لوح طلع، شوف دابا والو، والبحر الاخوان بدا كيقسع، شو الريح، شوف البحر الاخوان بدا كيتزاد فيه الريح، شوف. واحد شويه غنخرجوا، عمر راه خرج الاخوان، حتى شي واحد فينا ما ضرب شي حاجه. الرئيس اللي معايا اللور ديالو تعض، ضربت عليه شي حاجه ولكن ما شداتش، ياك الرئيس؟ اللور عنده تعض ولكن العضه كاينه، كاينه العضه الاخوان، اللور تعض ولكن ما شداتش فيه، طلعنا اللور قلبنا لقينا معضوض وما كتابش، ما كتابش. غنزيدو واحد شويه نخرجوا الاخوان، على مولانا. هذا هو حال البحار الاخوان، راه ماشي ديما كاين الحوت باش تعرفوا، ولكن غير الاجواء. مره عليكم مره عليك، وتاد الاجواء الاخوان راه يا سلام، كتخرج بحال هكا راه شي حاجه ما نعاودوش الهضره. اخوان
الحمد لله خرجنا بخير وعلى خير. جناح كي جاتك الخرجه؟ خرجه واعره ناضيه الحوت كيف العاده. لا لا ضروري ان شاء الله غيجيب الله الحوت. شوف لي كونديسيون الصراحه كان صعب. لا صعب في الاخر في الاخر في الاخر بدا الريح الاخوان الحوت راه كيحس بحال الله العظيم بتش جناح راه كيحس. الا كان غيكون البحر قاصح الحوت كيحس بهذاك الشيء. على السلامه كي جاتك الخريجه؟ صح الله لا زينه داكشي زين مليحه الصحه والراحه خاصه الحوت. لقينا اليوم الحوت صايم. صايم اليوم الحوت. اخوان عمر تاهو راه خرج ما جاب الله حتى شي واحد. بصراحه كنا باغيين واخا غير شي واحد فينا يضرب حوت غير نشوفوا اشنو الحوت اللي كاين ونشوفوا الحوت نشموا ريحه الحوت ولكن راه والو ما بغاش يضرب علينا. كما قال لكم الرئيس اليوم الحوت راه صايم. دابا خرجنا ان شاء الله نتمنوا من الله يعجبكم هذا الفلوق. هذا الفلوق الجاي ان شاء الله غادي تكون الحصيله وغادي تكون مغامره هربانه ديال بصح. وشكرا لكم بزاف بزاف على السيبورت لي لايك الكومونتيرات ديالكم. شكرا شكرا من القلب ونتلاقاو في فيديو جديد وفي مغامره جديده ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم.